كيف تتعارض المصالح والمفاسد؟ كيف نعرف ذاته هنا مصلحة متعارضة مع مفسدة ونقدم المصلحة بتين؟ كيف كيف يعني؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لخص الكلام ده في كلام بسيط، وأنا لخصت كلامه ذاته في سطرين بس، لأنه ذكر أمثلة وكده ودرسناه عشان كده ما أقدر أكرره. قال شيخ الإسلام في أنواع وصور التعارض، قال فالتعارض إما بين حسنتين، حسنتين يعني اقصد بها شنو؟ مصلحتين يعني، إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما، في حاجتين ما تقدر تجمع بيناتهم. وجاب أمثلة يعني، قال فتقوم هنا الحل شنو؟ لما يكون في مصلحتين ما تقدر تعملهم الاثنين، يبقى الأصل إنك تعملهم شنو؟ تعملهم الاثنين، لكن لو ما ممكن تعملهم الاثنين المصلحتين دي لابد تعمل واحدة. قال فتقوم أحسنهما بتفويت المرجوح، يعني تعمل المصلحة العليا وتفوت المصلحة شنو؟ المرجوح يعني الأدنى يعني. ده صورة من صور التعارض، صورة أولى، هي ثلاثة صور بس. وإما بين سيئتين يعني مفسدتين لا يمكن الخلو منهما، لأنه الأصل إنك تترك كل المفاسد، لكن أحيانا بتجي مفسدتين ما تقدر الاثنين تتركهم، لابد ترتكب واحدة. طيب الحل شنو؟ قال فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. هنا الحل شنو؟ أول حاجة شوف الاثنين ما ممكن تخليهم، ما ممكن، لابد تعمل واحدة، تعمل ياتا تعمل الأقل. طيب الصورة الثالثة والأخيرة، وإما بين حسنة وسيئة، مصلحة وشنو؟ مفسدة، متعارضات لا يمكن التفريق بينهما، ما حتقدر تعمل المصلحة وتخلي شنو؟ المفسدة، الاثنين متداخلات ومستلزمات لبعض. قال شيخ الإسلام بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، يعني لو تعمل المصلحة لازم تعمل معاه شنو؟ السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة، لو تترك السيئة برضو حتترك شنو؟ المصلحة برضو حتتركها. أهل حل شنو؟ قال فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. وده مثاله الفعل النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال النووي، وحقرأ لكم كلامه الآن في مسألة الكعبة. الكعبة دي لحد الليلة ما مبنية على الكاملة كده بالأربع جنبات على القواعد البنامنو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث جابر في صحيح مسلم وكذا في صحيح البخاري إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة بكسرها وأعدتها على قواعد إبراهيم. شوف النووي قال شنو، قال النووي وفي هذا الحديث، الحديث ذكرناه ده دليل، وحديث عائشة دليل لقواعد من الأحكام، مش دليل على أحكام، دليل لقواعد، قواعد، قواعد دي لأحكام، يعني ده موضوع كبير جدا الحديث ده بس اللي بنحفظه كلنا. منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، الحتة دي كلام شيخ الإسلام القبيل في المثال في النقطة الثالثة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم. كيف يعني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة هدم هذه وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ينقض الكعبة ويبنيها تاني على قواعد إبراهيم دي تعتبر شنو؟ مصلحة. النبي بيّن أنه دي مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم، كونه كسر كعبه ويبنيها تاني على قواعد إبراهيم دي المصلحة، لكن المصلحة دي بتعارضها مفسدة شنو يا جماعة؟ أعظم، أعظم. طيب أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبا، ما لهم من أسلم قريبا
وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المشركين من تعظيمهم للكعبة لما جسل كسر أو صدع جزء منها دار يعيدوا ابنها تاني يرمموها صحيح، قالوا ما تجمع إلا المال شنو؟ الحلال. وده السبب الخلاه شنو؟ الخلاه تنقص من الجهة الآن بتاعت الحجر اللي عاملينه، الحدوة اللي عاملينها كده دي، عشان كده بقول لك ما تطوف من جوا عشان ما تكون طايف من داخل الكعبة، ده طواف باطل، لابد تطوف من برا الشيء اللي عاملين فيه ثلاثة أنوار ده، ما تدخل من جوا وبينه وبين الكعبة، لأنه ده جزء من الكعبة وده المحل ذاته حق إبراهيم. والمحل ده ليه نقص؟ إبراهيم ما نقص، إبراهيم بنى كامل، نقصوه كفار قريش لأنه المال الحلال في قروش بسيط ما كفى حتى الكعبة، فقاموا نقصوه من الجهة دي. الصح انه ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع، ودي مصلحه ولا ما مصلحه؟ مصلحه، لكن تركها لانه في فتنه اعظم من المصلحه دي. الان واحد يقول لك لا هذا لابد نحذر منه الان لانه دي ده دين، ولن نترك الدين خلونا من كلامه لك لك صار سنه. انت الملك لك لانك جاهل، جاهل. الكعبه النبي خلاها ودي قاعده لحد الان كده، لحد الان قاعده كده. ده يدل يا جماعة انت احيانا ممكن تترك شيء فيه مصلحة واضحة لمفسدة اعظم منه، والدليل رسول الله. اتاني بيزول عنده كلام؟ ده لك لك؟ ده لك لك؟ والحديث ده الائمة والعلماء والحفاظ والسلف صحيح صحيح طلع منه احكام. النووي قال لك ده 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 قال لك فيه شنو؟ دليل لقواعد، ما واحدة قواعد شنو؟ قواعد أحكام كمان، مش قواعد مسائل. هذا موضوع طويل الحديث ده. فأحيانا العالم أو الداعية من الحكمة إنه يسكت عن باطل عديد، لا بد تفهم الكلام ده. بل أحيانا من الحكمة يسكت عن تبليغ واجب. في الصحيحين قال لا تبشرهم فيتكلوا. الراوي قال ما أخبر بها معاذ إلا عند موته تأثما، يعني خوفا من إثم كتمان العلم بس. ففي لحظة الموت طلع الحديث ومات. والحديث فيه شنو؟ الحديث ده فيه شنو؟ فيه فضائل الأعمال؟ أسألكم بالله فيه شنو؟ ده حديث حق الله على العباد. ولا تبشرهم مع الصحابة عارفين إنه حق الله على العباد التوحيد ودعوا لأي شيء، لكن لكي لا يتكل الناس على شنو يا جماعه؟ على انه خلاص انا توحدت وما اشركت حدخل الجنه من غير حساب ولا عذاب. عشان كده قال لا تبشرهم فيتكلوا. يبقى من العلم تفهم تدرس الكلام ده انه احيانا تسكت، تسكت احيانا، وسكوتك احيانا تؤجر عليه. عشان ما يقول انا دلك لك انصار السنه. تؤجر عليه خوفا على الاسلام وخوفا على مصالح الدين العظام تسكت. تأخر أحيانا تأخر، وحصل ولا ما حصل؟ حصل كثير في السنة. وأحيانا تكتم ذاته. أبو هريرة قال حفظت من رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني، فأما أحدهما فبثثته نشرته، وأما الآخر، الآخر حفظه من منو؟ من رسول الله يا جماعة، لكن عمل له شنو؟ فلو بسسته لقطع مني هذا البلعوم. ما بسعه. اها دي لكلكه؟ رايكم شنو انتم بالكلام؟ هل دي لكلكه؟ ولا لازم نسلم مرغمين انا وانتم مرغمين انه احيانا الانسان يسكت عن بعض الحق.